طلع والتايب ارخص ماكم الروح وشاف الموت بطف دوع على جروحه وهز الجيش هستم عزبة للغربين وفرزها الباهتة وميز المملوحة اسمه وعيشته الحرمات ناقض بيه حر عاش وبقى الحد شيلت اللوحة وقلولا نلوحك قلولا نلوحك قلهم الصبار دم ينزف يرد ذراعي لي لوحة وقلهم موش لي موش للموت بغير صواب وحلات الرقبة ذات اندفن مذبوحة وصاح حسين حسين سر الله على هاي القاع وصاح حسين سر الله على هاي القاع وتدري السر نذم الزلمة ليبوحة حاتم فرس عزب فرس عزب من نجوخ الطار والحر غلب حاتم عزب بروحه بالطف بس خسارة بس خسارة بالطف بس خسارة وربح كان حسين اي بالطف بس خسارة وربح كان حسين وصاح الحر لحقوا لحقوا الفرصة مفتوحة بالطف بالطف كان بابش كبرى للفردوس بالطف كان باب اش كبرى للفردوس وعفته وبابه وتشل بيته بسطوحه بالطف كان باب اش كبرى للفردوس بالطف كان باب اش كبرى للفردوس وعفته وبابه وتشل بيته بسطوحه وعندما برز الحر رضوان الله عليه نادى عليه عمر بن سعد وأراد أن يهبط عزيمته يا حر أين ذلك الحر الصنديد عن هذا الحر المنكسر يا حر إنك والله لقد كسرت عنقك بانضمامك إلى الحسين فأجابه الحر قائلا أنا مكسور كسرت في كسرت في يرد القيض عن حسين إذا ما يكسر البيض الصقر ياهو اللي عرف منين أنا مكسور كسرت في أرد القيض عن حسين إذا ما يكسر البيض الصقر ياهو اللي عرف منين لو ما كسرت الحاجب حي القصة يرمد العين لو ما كسرت الحاجب حي القصة يرمد العين الهيل تكسره وتشتم عطره ومضمونه